اليوم بدنا نحكي فرح الموضوع كثير مهم خصوصا بالعصر الحالي مع التطور والتكنولوجيا. التربيه قديش مهمه اليوم، تمر التربيه بتحديات وصعوبات خصوصا مع الواقع الحالي، خصوصا بعد ما طرا على المجتمع تغيرات اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه اثر سلبا على التربيه والتعليم واثر في ظهور سلوكيات غير سليمه عند بعض الاطفال وخاصه في الحلقه الثانيه. لنحكي عن اهميه دور المدرسه بالتربية والتعليم في تنشئة جيل. اليوم في اطروحات رح نناقشها مع ضيفتنا، قديش فينا نقول التربية تشاركية، مو فقط تقع على عاتق الأهل، لا كمان هي تشاركية مع المدرسة مع المدرسين، لأنه اليوم نحن كلياتنا عم نمر بظروف صعبة وقاسية بتأثر أساسا على الأطفال. معنا اليوم الأستاذة يسرى عباس، مشرفة تربوية في مديرية تربية دمشق ومحاضرة في جامعة دمشق كلية التربية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. قد ايه اليوم مهم نحكي عن هذا الموضوع، التواصل بين الاهل والمدرسة، هي يمكن العلاقة التكاملية اللي نحن بحاجة لها لحتى نبني فعلا طالب ناجح، فهي شو بتنصحي بمهارات تواصل ناجحة وفعالة بين الاهل وبين المدرسة؟ تمام. نحن الاسم فن العلاقة، يعني كل مربي يجب ان يكون لديه اسلوب، طريقه، ثقافه معينه، فهذا الفن يعتمده كل معلم. هلا نحن خلينا نحكي على طلاب اطفالنا الحلقه الاولى. فنحن المعلم من اول لقاء له مع الطلاب يتعرف عليهم، يتعرف على بيئتهم، محيطهم الاجتماعي، من هم، ما هو مستقبلهم، يعني شو عم يفكروا، طموحهم، فاخذ مثل نوع من الفكره الكامله عنه. بعد تعرف عليهم هون استطاع انه يعرف شو مشكلاتهم، ما المعاناه التي يعانوها. ثاني شيء بعدين يكون عنده عم يجتهد على نفسه دائما، يعرف في شو في كل شيء جديد، يعني شو المطلوب يعطيه اليوم بهالدرس. فهالطفل هذا صار حدد عنده 30 طفل، 30 مثلا نوعيه معينه، هذا مثلا عنده كآبه، هذا اهله بيهتموا فيه، هذا ابوه وامه منفصل الى اخره. اخذ فكره كامله من اليوم الاول، من الاسبوع الاول. ففي بعض الاطفال غامضين، لا يمكن دغري تدخلي لو لشخصيتهم تبعد. فنحن علاقة المعلم أو المربي بالحلقة الأولى مهمة كثير. يعني نحن الطفل بيعتمد على لغة العيون، بيتواصل معهم بالعيون، بيقرأ عيونه، حبه من أول يوم، منيحة الأستاذ راح يرتاح له. فالطفل بيكون جاي خايف مرعوب، طفل تستطيع أنه المعلم يسيطر، يعني يخوفه إلى آخره بعيونه بنظراته. في بعض الأطفال ما بترتدع لابنه، فلذلك نحن هون اسلوب او فن او اتيكيت التعامل مع الاطفال مهم جدا بترغيب الطالب بجي على المدرسه ثاني يوم، لانه هون المعلم حبب هالطالب فيه، حببه بالعلم، حببه المدرسه باسلوبه بعلاقته. كيف؟ طبعا هون اما بنوع معين شو بيحب الطالب، دغري عرف انه هذا شو بيحب، تعرف عليهم فورا انه هذا بده بيحب الغناء، هذا بيحب يصير رياضي، هذا بيحب، يعني انا مجرد قدر تعرف عليهم من اليوم الاول شو مواهبهم بالمستقبل، صار بيعرف يتعامل مع كل طفل. فهذا بيحب يصير مهندس، هذا طيار، فبيصير ينادي لهم بالصف يا بطل يا مهندس، وين دكتورنا، وين فناننا، هيك شايفه كيف. فهون المعلم صار استطاع بمنادات الطالب باسمه، هذا نوع من تعزيز الطالب ومحبته للعلم. فنحن اذا هون العلاقه اللي عم يبنيها بين جسر، نوع من الخيوط بينه وبين هالاطفال ليحبوه لينتبهوا له. يعني هو العمليه التعليميه عباره عن معلم طالب سبوه، كتاب، دفتر، قلم. فنحن الطلاب على طول وجها لوجه، وقفه المعلم على السبوره بتلعب دور، صحيح. يرى الجميع على مرأى الجميع، يعني انت عم توجهي لي سؤال هلا انا بطلع فيك، بطلع فيه تبادل، يتاثر، يتفاعل، فما بالك كان هذا المعلم نكدي، عفوا يعني نحن بنقول بعض المعلمين شديدين هيك حازمين، بشره وشهم بتوحي هيك، صحيح. يعني فنحن لذلك خصصنا الحلقه الاولى للمعلمات تعلم بعاطفتها، بمشاعرها، بحنيتها، يعني وجود الحنان والمحبه والرأفه. هذا الطفل يعني بصوت بيرتعبوا، يعني مجرد وجه صوت عالي تشوف الصف كله ارتعب. فلذلك نحن وجهنا دائما للمعلم الصف الاول تكون صفات معينه، يعني نحن بدايه الاسبوع الاداري قبل بدء العام بيعملي كمشرفه تربويه كثير من منخصص، اذا راحت انتقلت هالانسه كانت مميزه، كان كل الاهل يحطوا طلابهم عندها، ما بدنا يعني عند الانسه الفلانيه، يعني هيك نحن عندنا مجتمعنا، حافظوا مين احسن انسه بالاول، مين احسن انسه بالثاني، يعني المجتمع نحن مرتبط ببعضه وحارتنا بيعرفوا الانسات. فلذلك نحن بيقول صفات
وخصائص وطبيعة معينة، مشاعر. يعني هاي المعلمة الصوت عالي وقوي ما بنحطها، بنحطها على الخامس السادس، بنحطها على صف شعبي مشاغبة ما عم يقدروا عليها الآن، عرفتي كيف؟ فنحن إذا تخصيص، يعني لاحظي عنا نحن بمعلم صف بجامعة ما بيعلموا هالأمور هاي، لما بتجي المعلمة بتتخرج وبتجي على الواقع الميداني بتتعرف. فلذلك هذا العلاقة بين المعلم والطالب عبارة عن ثقافة متجددة. يعني إحنا هذا الجيل غير جيل العمر، صحيح، وغير القبلة وغير القبل وغير جيلنا. فلذلك المعلم يجب أن يكون في عنده مهارات وأنشطة متجددة تناسبها. وهذا اللي بدي أسألك عنه، يعني لما نقول فينا نقول كلياتنا يمكن كنا نحب مادة معينة لأنه أنسة كانت تحببك فيها، كثير بيأثر الأستاذ على نفسية الطلاب، بيحببهم بالمدرسة. قلتي لازم يكون الأستاذ عنده مهارات معينة بتركزوا عليها، يعني الحلقة الأولى تختلف عن الحلقة الثانية، شو هي أهم المهارات فينا نقول؟ كل حلقة تختلف، قلنا الحلقة الأولى هي الأكثر عاطفياً، يعني الصغار اللي تاركين الأول والثاني تاركين أهليهم أول مرة عم يجوا على المدرسة، هون بيكون كمان التأثير كتير كبير، يعني بتأثر على نفسية الطالب 100%، يعني ممكن يحب المدرسة ممكن ما يحبها، يبطل يروح عليها. طبعا كما قلت يعني انه هون المعلم يثقف نفسه ويطلع كثيرا ويجتهد على نفسه، يجب ان يكون متمكن ومستعد لكل سؤال وكل عام. فلذلك نحن داخل الصف قد يتعرض لكثير من الانماط من الشخصيات، خاصه اولياء الامور اللي بيتعامل معهم اللي بيتواصلوا يوميا. يعني نحن هذا المعلم ليس يتعامل فقط مع الاطفال ومع هالشخصيات، مع طبعاً. اداره، مع تربيه، مع وزاره، في عندنا خطه معينه يجب ان يمشي عليها. فلذلك هذا المجموعه من طبعا هو بيكون بالبدايه مؤهل تربويا اكاديميا، غير بتكون جايتنا وكيله عيناها ما في يعني مجال الا اضطرينا نحطها الان سيد تكون مع هالطلاب معين. ضبط الصف مهم جدا، بعد ضبط الصف لا يستطيع المعلم الا ان يكون صف هادئ جدا ويتعامل مع الطلاب بشكل يستطيع ان يعطي ويحاضر فيهم يعطي المعلم. طبعا نحن بالحلقه الاولى ما عندنا معلومه، اغلبها يعني مواد معرفيه بسيطه جدا، لهذا على المعلم عنده هالأربعين دقيقه يستطيع ان يوزعها بتنويع الاثارات، تنويع الطلب في انشطه تفاعليه. فلذلك المعلم اذا استطاع ينوع اساليبه وينوع اثاراته وينوع جذب هالطلاب، كل شوي في عنده اثاره فواصل منشطه. يعني صف الاول ما بيقدر يركز معك 10 دقائق وانت عم تعطي الدرس، لذلك بدي اعطيه فاصل منشط. شو الفاصل منشط؟ يا اغنيه، يا حركه واقفا، او كيف اذا كان له علاقه بالعلوم كيف بالعصف. يعني شوفي هون المعلم بيستطيع من تمكنه من اتقانه لعمليه التعليميه لدرسه وتواصله وخبرته خلال السنوات يستطيع ان يعرف كيف هالفراغ المتبقي، مو كله معلومات حياتيه. فلذلك بيطالب الصف عدة طلاب، هذا مشاغب، هذا بيحكي، هذا بيبكي، فبيطلع عن الدرس حصة له خمس دقائق 10 دقائق بيعطلوه عن الدرس ليعالج مشكلة. فنحن هل هالفترة هي المعالجة هي هون فن المعلم بالتعامل مع الأمور. في كثير من المعلمين ما بيقدروا على مستوى المراحل العليا، دغري يطلع برا، روح لعند المرشد، روح لعند. فنحن هو المعلم، هو القائد الصف، هو الكابتن، هو المدير العملية التعليمية. يعني كل معلم بيطالع طالب برا الصف هذا ضعيف ما عنده تمكن، لذلك هو عليه ان يستوعب هالطفل يحتويه، فبياخذه على جنب ما بينصحه امام الجميع. فنحن عاده يعني طالب افتلق مشكله جوا الصف، يعني هو لديه مشكله هذا الطفل، لذلك على المعلم ان يتركه جانبا ويقول له بعد الدرس سارى. فلذلك هون بينصحه على مهله، بيتعرف عليه، بجوز يعني بمدى البعيد بيصير على صداقة بينه وبين أهله، يطلع عنده مشكلة كبيرة، تنمر في البيت، تنمر من أخوه. فنحن عادة المعلم من تعرفه على طلابه يكتشف أشياء وأشياء، لهذا نحن ندربهم. مو يعني نحن شوفي بالعملية التعليمية ليس عملية تعليم ونقل معلومة ونقل رسالة الكتاب، كثير من الأمور بناء شخصية، التعرف على عقول هالأطفال وطموحاتهم، ويعني هون نحن العملية بناء متواصل تراكمي. فهون الخبرات الطفولية المتراكمة، يعني الأستاذ سأل سؤال، على فكرة المعلمين هو المعلم، يعني كيف نقول الطيان ماهر بالدهان أو المهندس ماهر بالهندسة وإلى آخره، المعلم ماهر بصناعة الأسئلة، ماهر بصناعة الحوار، ماهر باكتشاف شخصيات الطلاب. يعني قادر هالمعلم كل طالب يقول لك انت كنت كذا بالصف قاعد بالمقعد الفلاني. يعني هلا انا اذا سالتك متذكر انستك بالصف الاول مثلا؟ متذكرتي؟ فنحن عاده لا يمكن انك تنسي انساتك بالحلقه الاولى، كون لهم بصمه خالده. في منهم ما لهم اثر
مر مرور الكرام طبعا هذا يعود لهم. فالمعلمة بتترك أثر، هي المعلمة اللي عرفت المتمكنة متقنة العمل، فكيف تركت أثر بالمحبة بالحنان بالمودة بسؤال معين بكلمة سحر الكلمة. اليوم والله كثير متحسنة، يا الله اليوم شو صايرة حلوة، شو هاد أنا ما تفاجأ. فالطالب الخجول أو العدواني أو كافة المشاكل بكلمة يستطيع أن يسحر المعلم ويجذبه ويهدي من اندفاع. فنحن عندنا الطفولة تتميز بكسرة الحركة، فشوفي أم عندها ولدين ما عم تقدر تضبطهم، ما بالك عندها المعلمة 30 35، خلينا نقول 40، بعض المدارس 60، في بعض المدارس، فما بالك كيف حتضبطهم وبدها تعطيهم درس كان أول ثاني ثالث رابع خامس كل الصفوف، ما بالك البكالوريا إذا كانت مادة جافة والأستاذ فايت يعطيها ما في أي فواصل منشطة. فنحن يعتمد المعلم على إتقانه، ويعني هون في عنده فن لازم يكون محضر مسبق للمادة. فأنا لما بيكون عندي بصف الأول ما عنده غير بده يعطي تجريد حرف الميم مثلا، هالحرف هاد كل وقت على صوته وعلى شكله وعلى لونه يشارك الكل. نحن أهمية العملية التعليمية أنه يشارك جميع الطلاب بالدرس. يعني أنا بيهم المعلم نشاط تفاعلي، بيهم التفاعل اللفظي، درس اسمه تعبير شفوي يعتمد على الكلام. في أطفال خجولين ما بيشاركوا صحيح. ما بيرفعوا ايدهم، فانا هذا الطالب اللي ما رفع ايده ثلاث احتمالات، اما كسو او ما بده يشارك او خجول او عبقري، ما شو هذا ما بحب، كل هالامور اعلى منه. فيتروضى نبني الثقه بين الطالب والمعلم، لانه نحن لحتى نحب الماده ونحب نروح على المدرسه ضروري كثير يكون في علاقه محبه بين الاستاذ والطالب، كمان ما تتعارض مع مساله الحزم يلي ممكن يعملها الاستاذ بقاعه الصف. يعني شايفه كيف بيعملوا للاستاذ ارباكات، يعني هدول بيكونوا اعلى من مستواهم، لكن في طلاب يحطموا يعرقلوا العمليه التعليميه، السرسار المشاغب العدواني اللي بده هيك ما كسول. في كثير اطفال هدول ما خرج علم بنوب بدهم يعطلوا على رفقاتهم. فلذلك نحن شوفي كم في نمط معين مختلف جوا الصف، فالمعلم يستطيع ان يكتشفهم ويعالج هذه الامور. فلاحظي نحن كلمه معلم او مربي تطلق فقط بالحلقة الأولى، مربي بالطفولة، معلم بالحلقة الأولى، مدرس وهكذا، محاضر بجامعة. لكن بالحلقة الأولى أيضا تطلق عليها اسم بروفيسور، يعني هذا ليس معلم فقط، مربي ومعالج ومرمم. يرمم الأمراض الطفولية اللي بتجي مع الطفل من أثناء الولادة، التأتأة، الفأفأة، الخجول، ما بيقدر بيحبس هيك كلامه. فنحن لما المعلمة تقول لهم جميعا رددوا معي هالعبارة بالحلقة الأولى والصف الأول والثاني بدروس المحادثة، هدفها المشاركة الجماعية، معالجة كثير أمراض اجت معه مع الطفولة. الخجول بصير يحكي، ما قدران يشارك طلع مع رفقته، الآن سألت أغنية نشيد الكل شارك. شايف المشاركة الجماعية، العمل الجماعي له أهداف كبيرة بعيدة المدى، غير إنه يحفظه، إنه هون طالب وقف صار مثله ما خجلان. ثاني شيء يعالج الأمراض الأخرى، النطق بحرف معين، يعالج العدوان بالبيت أهله معجزينه. المدلل اجى وحيد على اربع بنات، شوفي يعني قديش نحن المعلمه عم تعاني 50 مشكله جوا الصف، لكن بنفس الوقت بدها تخلي هالطلاب يفهموا الدرس ويستوعبوا. اذا موضوع استيعاب المعلومه، فهم الدرس اللي عم يعطيه، ليس يعني مشكله المعلم، المعلم عنده عده مشاكل، شخصيات هالطلاب من عيونه بيعرف مين مو معه، مو منتبه، فهون بيطالعوا انت معي انت، لاحظي معي المعلم بيكون عم بيحل مساله على السبوره، عم بنشاط بدروس الكتابيه يعني انشطه الرياضيات او تدريبات، قال واقف مع المعلم عم بيحكي مع الطفل واللي وراه ما شاء الله، عرفتي كيف؟ فنحن المعلم يجب ان يكون مع الطفل ومع الجميع، يعني عينه على الطلاب جميعا. يلا انتبهوا عمل طلع، لا مو معه مو منتبهين، بس الطالب اللي عم بيحل يعني بيطالع هون هون، كيف المايسترو اللوحة يعني الموسيقي اللي بيقود كابتن فرقة موسيقية، كذاك المعلم أمامه 30 طفل هو واقف على المنبر، يجب أن يكون منتبه الجميع، يشاركوا معه، عيونهم معه، منتبهين بأي لحظة بيطالع واحد، هيك يعني خليهم يقظين منتبهين صحيح. فهو المعلم بيعتمد على خبراتهم، يلا لشوف أنت شو بيشتغل، جدك شو بعده بالحقل إذا كان موضوع له علاقة بالزراعة، احكي لنا شو بتزرع وشو في دخل، ربط العملية التعليمية، نحن عندنا في اسمه توظيف المنحة التكاملي، يعني مو بس عم يعطي هالدرس، بيربط بالحياة، ببيئة الطالب، بواقعه، بعمله، فهون الطفل انبسط، يعني قال له جيب لي من البيت، ارسم لي أو اشتغل لي بالبيت قصة على هالموضوع هذا، فنحن المعلم عم يعطي درس معين، بيحاول يربط بالواقع. كان مثلا عندنا بالشهر 11 احياء اللغه العربيه،
مين بيكتب لي موضوع حلو باللغة العربية الفصحى بكلام معبر عن هالموضوع، بيحدد لي الموضوع. طيب انا ما راح احدد، الكل بيحب يكتب. فلاحظي معي، انا احد السنوات طلبت منا منظمه اليونيسيف يرسموا الاطفال بالحبه الخامس السادس لوحه تعبر عن مشاعرهم تجاه الحرب اللي نحن عم نعانيها. رسموها الاطفال بمعظم مدارسنا. طبعا بدنا نوجه اللوحات الى منظمه طلع الباس اللي هي بتساعدنا بتنميه طموحات الطالب ومعرفه مواهبهم والى اخره. فنحن هون كل مدرسه طلعت على هالرسمات يعني انبهروا. فاحد المدراء قال لي والله ما راح ابعثهم، شو هالرسمات؟ رسمات رائعة معبرة، تتفاجئ انه اطفال رسموا هيك رؤوس مؤثرة. يعني لما احنا بنقرا عن قصة مؤثرة برا بامريكا بالهند، نحن عنا الاف القصص المؤثرة. فلذلك المعلم يجذب طلابه بالقصص المفرحة. نحن حاليا بحاجة لدعم نفسي اطفالنا، بحاجة لعودة البسمة والفرح. لهذا نحن عنا اغاني ومهرجانات منظمة طلع الباس بتساعد الاطفال يعني مرافقة للعملية التعليمية. يعني نحن أغلب المدارس بيكون عندهم نشاط، فهالطلاب تشوفي الفرح بعيونهم هن عم بيغنوا هن عم. فلذلك نحن المعلم يكون صبور وعنده هدوء، عنده مودة لهالطلاب، يثقف نفسه، عنده إجادة بعملية التعليمية. يعني أنا عم بعطي درس اليوم، بعطي درس صف سادس اللي يقول أفعال خمسة، فطلع المعلم هو عم يعني هو نفسه في عنده تردد، فيجتهد ويجيب لهم ينصح الطلاب. في عنا معجم مدرسي بكل مدارسنا يفتح ويفهمها، فمتى تدخل على الفعل المضارع الاحرف التالي بيصير فعل خط، وهكذا من كثره الامثله. كثره احيانا المعلم هو عم يحاور الطلاب بيعرف جواب على سؤاله. فشوفي، فثقافه الحوار للمعلم مع التلاميذ هي تبني المعلومه. صحيح. بالتدريج والى اخره. طبعا لا يكفي ذلك، على المعلم ان يعزز كل نشاط يقوم به الطفل. احسنت، ممتاز، اي والله بدي اشرب كاس مي. فنحن الله يعطيكم العافيه عن جد. يمكن الموضوع مهم اليوم، قبل كنا نشوف نحن هي الثقافه كما قلت، يعني قبل كنا نشوف زمان، يعني كان الاهل يمسك الولد يقول له للاستاذ او المدرسه انه هذا الولد لكم ربوه، فينا نقول العظم لنا اللحم. في معتقدات كانت سابقا قاسيه، يعني كان في رهبه كثير تجاه المعلم، المعلم قاسي. اليوم عم نشوف الموضوع مختلف، مثل ما قلتي فينا نقول فن التواصل مع الطلاب، الاستاذ عم يكون جزء من حياته، مو فقط حياته التعليميه وحياته الشخصيه، هو بيأثر بشخصيته بتنميه جميع مهارات الطفل، بيستغل بعض النقاط مثل ما قلتي خلال الدرس. بس خلينا نحكي عن جزئيه الحزن، يعني لازم يكون عنده فن التواصل، بس بنفس الوقت فينا نقول انه نوع من الحزم مشان يكون في تواصل صح بين الاستاذ والطالب. حزم هون كيف راح يكون يعني بطريقه التواصل مع الطلاب؟ فنحن المعلم دائما بتواصل مع اولياء الامور ومع الاهل ومع يعني بشكل دائم. في هناك في دفتر في معلومه بيكتب لهم اياها على الدفتر للاهل انه ابنكم اليوم قصر بهالمعلومه. فلذلك نحن بنهايه الدفتر كل طالب بتشوف الام ناطرته على باب المدرسه بتفتح شو كتب له. فنحن هالعبارات اللي بيحطوها المعلمين انا بصراحه كثير بركز عليها بالجلاءات بنهايه العام الدراسي، ان تكون عباره مشجعه للاهل وللطفل. فنحن كسب موده الطالب وكسب موده الاهل والاسره والمجتمع، انت عم تبني لنفسك رضا، يعني علاقه ايجابيه لك. فالمعلم يقوي علاقته مع طلابه ومع مجتمعه ومع رضا الاداره، رضا التربيه عنه باجتهاده وبنجاحه. كيف بينجح؟ بيتبع دورات متطوره، دورات تعامله مع الاهل، في هناك فن التعامل مع الاهل، يعني مو كل الاهل بيشبهوا بعض، يعني جاي ولية امر عم تشتكي للمدير انه كيف زكاه بتلو الى اخره، المدير عم بيعلي صوته، يعني لاحظي عم بيبكوا لهال، يعني نحن بصراحه في عنا كثير، يعني في بعض كثير من المدراء يجب ان يعملوا دورات في التعامل مع اولياء الامور. فيجب هذه لا تحبط، هي بالبيت متعرضه لضغط، منفصله عن زوجها، تعمل دوامين، وهذا الطفل ضحيه لهون وهون، يقع بين المدرسه والاهل. فلذلك على الجميع ان يكون لديه يعني معرفه ودرايه، فما اعرف بهالمشكله كيف. فاذا انا بنصح بكثير من المربين حاليا انه يكون عند هالمربي ثقافه معينه، يجتهد على نفسه، صبور، حليم، يكون عنده طبعا متجدد، اسئله متجدده، يحول الطلاب، يعني عنده كل يوم اثارات، عنده كل يوم تنويع بالطرائق، عنده كل يوم شيء جديد. فلذلك مع الطلاب في منافسه، يعمل مسابقه، يعمل نوع من الاثاره تجذب الكل.
فهو المعلم متميز كل المنطقة، وعندنا مسابقات بالتربية لأفضل معلمة، أفضل موقف، أفضل نشاط، فهو المعلم يراكب هذه المسابقات لطلابه. طالب متميز بيعملوا مسابقة بالثقافة، نعم، بالرسم، مسابقة مهرجانات للرسم حاليا، وطلع عندنا مهرجان ورشي. فلذلك نحن مواهب هالأطفال مقدرة، وعلى كل أم تكتشف موهبة ابنها. هون هالطاقة الكبيرة بتفرغها إما بنادي رياضي أو بعزف على آلة أو بالرسم. فهالتفريغ الطاقات، إذا والله عم تقول لك ابني ماني عارفاني، عيني سجلي شي نادي أو أنت بالبيت أعطيه ورق يرسم عليه وهكذا. صحيح. أكيد بدنا نشكرك كل الشكر أستاذة يسرى على كل المعلومات اللي قدمتي لها، وإن شاء الله يا رب تضل العلاقة حلوة وطيبة دائما، ويكون المعلم هو مربي حقيقي للأطفال. قديش نحن بحاجة هي الكلمة اليوم. صحيح. كل الشكر لك. أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، وهي عملية، العملية التربوية هي عملية تشاركية بين الأهل والمدرسة، فشكرا كثير لك.